جاردان سكري هو مشروع اونيك في المدينه، لان سي ان جاردان في وسط المدينه القديمه، و تيتطرق لاربعه المواضيع اللي هما الماء، اللي هما الهندسه المعماريه، اللي هو التاريخ، والحديقه بطبيعه الحال. هو مفتوح من سنه 2016 حتى لدابا، وعاود تغلق على قبل جائحه كوفيد، تحل في 2000 في اكتوبر العام اللي فات. والملاحظه اللي لاحظنا هي الاقبال نتاع المغاربه الحمد لله على 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 هذا الشيء، شي حاجه تتفرح في ظل غياب الاجانب. المغاربه تبارك الله جاوا تفتحوا على الثقافه نتاعتهم باش يعرفوا تاريخنا اللي غني غني، وباقي باقي فيه ما يدار، وباقي فيه ما يتكتشف. الاقبال تيكون في نهايه الاسبوع سبت احد، وتيكون الا كانت العطله، وتيكون الا كان الجو زين. والحمد لله كيف قلتي تيجيو لي جون، لانه الحمد لله تفتحوا على ثقافتهم وتتعجبهم وفيها ما يدار، ومرحبا بهم. حنا خدامين على هذا الشيء باش نقربوا كل ما هو ثقافي للمغاربه، سواء كبار سواء صغار سواء دراري صغار، حتى هما مرحبا بهم. سي ترو بو كالم، اي اون فيان ايسي ترو سوفون، اون فيان لو ماتان سيرتو افيك توت فامي، لو في مون فيس مون ماري اي موا سي بون. مينتنو ليتي اون بو شون، مي اون جينيرال تري بيان. Le soleil est trop beau, on aime le soleil, tout le monde il aime le soleil. Ça peut paraître inutile de visiter un jardin, mais je vous conseille vivement d'y venir, parce que c'est, il y a des très beaux paysages, c'est sobre et simple et élégant. Bon, il faut casser la routine parce que vous connaissez la pandémie et tout, bon, on est cramé. Bah donc il faut vivement venir et voir ce patrimoine riche. Découvrir l'histoire du Maroc, parce qu'à Marrakech, il y a une grande histoire du Maroc.